اهدنا. طب أنت ضال عندما تقول اهدنا؟ لا يلزم أن تكون ضال. الآن أنا أقول للشيخ الله يهديك، يقول آمين. لماذا؟ لأن الدعاء بالهداية أمر قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول تأملت الدعاء ونظرت وإذا أفضل الدعاء في القرآن، ونظرت أفضل دعاء في القرآن هذا اللي نقرأ في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم، الدعاء بالهداية. وبعض الناس ما يريد، والله ما يريد، تدعوني بالهداية. دعوت مرة لطالب من الطلاب قلت الله يهديك، جاءني بعد الدرس قال أنا مجنون. والله لو تعود لمثل هذا أتكلم أمام الطلاب عليك، لا تدعو لي بالهداية. إذا ندعو لك بالغواية، اهدنا. من دعا باهدنا الصراط؟ أول من دعا باهدنا الصراط المستقيم النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ إذا الهداية مطلوبة لكل أحد، سواء كان على الطريق المستقيم أو على غير الطريق المستقيم. نعم، ما معنى قول اهدنا؟ أي يا رب علمني ووفقني، اهدني وسددني، اهدني يعني دلني على الطريق، ووفقني إلى سلوكه. إذن تطلب أي هداية؟ هداية التعليم، يعلمك الله سبحانه، يفقهك في دين الله ويوفقك في سلوك هذا الطريق. لأن لو تطلب هداية العلم فقط دون العمل أنت من؟ من اليهود، من المغضوب عليهم. ولو تطلب العمل دون العلم أنت تريد أن تكون كالنصارى، تعمل بلا علم. ولهذا كان بعد هذا الدعاء تقول غير المغضوب، لا أريد أن أكون من الذين غضب الله عليهم، تعلموا ولم يعملوا اليهود، أو عملوا بلا علم النصارى. لا أريد أن أكون من الفرق الضالة ستفترق أمتي إلى 3.